السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. هذه المره غادي نهضر لكم على النوفيدات ديال ميركادونا ولا الجديد ديال ميركادونا. مهم غادي نهضر لكم نيت منها جديد ديال ميركادونا، ونهضر لكم على شي بعض البرودويات، جوج برودويات من بريمور ديال البشره الجافه، الوجه الجاف. حيت بزاف ديال البنات كما العاده كيسولوني كيقولوا لي عافاك شي حاجه باش نمسحوا بها الماكياج في الفصل ديال، يعني في كاين شي ناس لان البشره ديالهم جافه دائما كيبغيو يعني شي حاجه مرطبه، وداكشي بحال اختي نيت حتى هي كتحتاج داكشي مرطب على طول العام ماشي غير في الفصول. اول حاجه غنهضر لكم نيت عليه على هذاك الحليب اللي من بريمور اللي سميتو ليليان. المهم هذا البرودوي هذا راه خديته من بريمور صراحه بثمن مناسب، بثمن مناسب خديته غير بأورو. وهذا راه كما قريت دائما انايا حاجه اللي كنبغي نشريها كنقراها مزيان مزيان مزيان، راه تما كاين اونلاين كيدير لك تحت البرودوي، كليكيتي على البرودوي دخلتي داخل من تحت ديال البرودوي كيكتب لك كامل هذاك الشيء ديالو، انفورماسيون على البرودوي لاش كيصلح لاش كيليق عاد باش كناخذو البرودوي. حيت الا غير جينا وكنا كنشريو كنشريو فاش غادي يجينا المشتريات في الدار ما غاديش يعجبنا، ما غيكونش البرودوي بحال ما حنا راني في عليه واحد الفكرة. وانا هاد البرودويات هادو كنقراهم مزيان عاد باش ناخدهم، داكشي على 100% من المشتريات ديالي كيعجبوني دائما، لا في الريحة لا في سميتو، قليل اللي كنشري شي حاجة اللي من بعد ما كتعجبنيش غير الا كترو في البوبليسيتات وداكشي، وفي الاخر فاش كنشريها كنلقى البرودوي ماشي هو كيما كيقولوا. مهم ولكن الاكثرية دائما كنشري الحوايج اللي كيكونوا مزيانة. غادي نقول نكمل نهضر لكم على هذا البرودوي. هذا البرودوي هذا راه ديال الويفيرا، كما كنعرفوا الويفيرا كتزوينه بزاف للبشره، البشره الجافه يعني كترطب البشره الجافه، وزوينه حتى الشعر الجاف وزوينه لاي حاجه. وهذا راه داير هذا ليتشي ليمبيادورا للناس اللي عندهم بشره ديالهم حساسه، انا خديته على حسب حيت البشره حساسه ولكن جاف يعني في هذا البرد هذا، يعني حتى انا واخا عندي دهني ولكن ماشي مشكل الى وليت يعني في هذا الفصل هذا في البرد ماشي مشكل الى كان سميتو. مهم ماشي دائما احنا بالنسبه للبنات اللي عندنا البشره دهنيه، نصيحه من عندي ماشي دائما 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 نبقى نشرو برودويات اللي كيحيدوا لنا الدهون دائما دائما، حيت الا كبرنا في العمر غادي يعني دغيا غادي غادي يعني فاش كنكبروا في العمر كينشف لينا الوجه ديالنا كتبان البشره. من احسن تبقاي تشري برودويات ميكستا، ولا تبقاي تشري شويه ديال الجافه تبقاي تغطي وجهك، تبقاي ديري كريمه شويه هكا شويه هكا، ما تكثريش بزاف من هذاك الشيء حيت الا كبرتي دغيا غادي يجيو تكماش في وجهك. ومن الاحسن نبقاو نديرو شويه مهكا وشويه مهكا. هذا راك بحال كل شيء هذوك اللي تشري البيادورا كتشدي القطن وكتمسحي ليه كامل المكياج على وجهك بحال كاع هذوك الاخرين، وخديتو باورو. دابا غادي ندوز نهضر لكم على تونيكو. تونيكو فاسيال خديت هذا اللي من ماركه اغرادو اللي كتشوفوا تونيكو فاسيال. هذا المهم تونيكو فاسيال دايرين فار تودو تيبو دي فيال، يعني تقدر ديروا البنت اللي عندها الوجه ديالها جاف وجه ديالها دهني حساس، اي واحد يقدر يدير يمسح بهذا التونيكو. هذا فيه 250 مليلتر، وهذا هذا اللي كنت وريت لكم هذا الليتشي هذا مصنوع من في الاول مصنوع في السويد، وهذا نوع نيت في اسبانيا، هذه الماركه هذه ديال اسبانيا. المهم داكشي على خديتو حيت باراتودو تيبو دي بيان ما غاديش ناخذ مشكل، حيت ديال ميركادونا ما ننصحكمش البنات اللي عندها البشره جافه، اللي عندها البشره جافه ما ننصحهاش تمسح بهذا التونيكو فاسيال ديال ميركادونا اللي كنت هضرت لكم عليه بزاف ديال المرات. هذا تقدر تمسح به غير البنت اللي عندها البشره دهنيه، واللي عندها البشره جافه وكاع اي يعني دايرين باراتودو تيبو دي بيان تقدر تمسح بهذا اللي خديت. دابا غادي ندوز نهضر لكم على المشتريات
ديال ميركادونا. من النوفيدات ديال ميركادونا جابوا هاد الكريمه هادي ايدراتانتي ديال اليدين اللي كنت هدرت لكم نيت ديال نفس هاد الخلالات. هاد الخلالات كنت وريته لكم في الاول الا كنتو عقلتو. هاد خيل ليمبيادورا باش كنمسحو اليدين ديالنا. هاد الخيل هذا كنت هدرت لكم عليه في الاول في النوفيدات فاش كان جاي النوفيدات ديال ميركادونا كنت خديتو. ودابا جابوا هاد الكريمه ديالو ايدراتانتي اللي الريحه ديالها واعره بزاف. هاد الاشكال هادو انا خديتهم كيعجبني بحال هاد الاشكال هادو غير على السفر على الحقائب على الا بغيت نسافر نحشيهم في في الشنطه ديالي زويني. ولا بغيت نمشي نخرج برا وبغيت ندي معايا كريمه ايدراتانتي ولا بغيت نمشي مثلا نقرا وبغيت ندير نهشي شويه نديرها في يدي نقدر ندي هاد الشكل هذا اللي صغير. هاد الكريمه هادي الريحه ديالها زوينه وجابوها في الشيبي بحال هكا وجابوها في هاد اللون هذا. الشيبي حتى هي الريحه ديالها زوينه ولكن اللي عجبتني بزاف هي الحمراء. تقدروا فاش تمشيو ميركادونا تشموا البروبادور ديالها وتجربوا ولا عجبتكم تقدروا تاخذوها. المهم انا غادي نجربها نجرب شي شويه على يدي نقول لكم. واخا انا تجربتها صراحه زوينه 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 بزاف. كتشرب الريحه ديالها بحال ديال الحلويات يعني تشميات بغيت تاكليها. الريحه ديالها زوينه بزاف عجبتني بزاف بزاف بزاف. وخديتها بتمام ما بقيتش عاقله ولكن اورو 30 ولا اورو 60 ما بقيتش عاقله مزيان. المهم واحد الثمن مناسب راه ديال هادي نيت. فيها 50 ملل والريحه ديالها زوينه بزاف. دابا غادي ندوز نهضر لكم على اخر حاجه. اخر حاجه اللي خديت هو هاد اسيتي كوربورال اللي جابو في نوفيدات ديال ميركادونا ديال الدراري الصغار. هاد الاسيتي هذا كوربورال كما كتشوفوا راه داير بحال هكا زوين بزاف. دابا غادي نهضر لكم على هاد اسيتي كوربورال كما قلت لكم راه فيها فيتامين اي وفيها اسيتي دي اكواكات وفيها 600 مللتر. هاد الزيت هادي هي مرطبه للدراري الصغار اللي عنده في ولادكم البشره جافه ولا كتحسوا بولادكم اللي عنده البشره شي شويه ناشفه ننصحكم تشريو هاد الزيت هادي كوربورال ديال ميركادونا اللي فيها اسيتي دي اكواكاتي هي لافوكا وفيها فيتامين اي. هاد جوج زيوت زوينين بزاف وكيرطبوا. وهاد الزيت هادي غادي نقول لكم الريحه ديالها بحال اش دايره. الريحه ديالها تقريبا فاش انا شميتها جاتني بحال ديال اللي كنتو عارفين شي كريمات وشي زيوت وشي كولونيا ديال الدراري صغار اللي سميتها موستيلا. هذاك الماركه هي معروفه كنا كنشريوها لولد اختي فاش كان صغير وكنشريوها ليه حتى دابا فاش كبير. هي كيديروها غير المهم دراري صغار وزوينه بزاف الريحه ديالها وكتبقى بزاف كتباع في الفارماسيا. ايوا الريحه ديالها بحال هاد الزيت هادي ديال ميركادونا. وبغيت نقول لكم راه جابوا في هاد النوع هذا جابوا فيه الشامبو ديال الدراري صغار وجابوا فيه خيل دوش ديال الدراري صغار وكانوا دايرين كريمه ايدراتانتي ولكن في ميركادونا اللي حدانا ما جابوش لوسيون كوربورال. حيت انا فاش قريتها سولتها قلت لها فين هي لوسيون كوربورال قالت لي مازال ما وصلتنا توصلنا جوج ولا ثلاثه ديال السيمانات انا ما عرفتش. داكشي علاه خديت غير اسيتي كوربورال حتى المره الجايه ان شاء الله وغادي ناخذ لوسيون كوربورال. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى يعجبكم ولا عجبك ديري ليا لايك كما ديما وشكرا بزاف حتى المره اخرى ان شاء الله. وما تنساوش ديروا ليا بزاف ديال لي لايك ودعموني وتشاركوا القناه مع الاصدقاء ديالكم باش تكبر. ونقول لكم قبل ما نمشي بغيت نقول لكم راه غادي تكون واحد المسابقه في القناه ديال انا ما غاديش يعني غادي تكون غير واحد ريغالو اللي ما غاديش انا نقول يعني مفاجاه سوربريزا ما غاديش انا نقول شنو كاين في الوسط ديالو حتى يوصل اللي ربحات فيكم. وهذه المسابقه هذه من بعد غادي نقول لكم التفاصيل ديالها بحالاش غادي تكون
ولا نتوما متفقين ديروا لي بزاف ديال لي لايك وكومونتو في التحت باش نوري لكم في فيديو خاص هذه المسابقه هذه. هنا هما الشروط ديالها باش تربحي مجموعه المنتجات ديالك اللي ما غاديش نشوفوا شنو هما حتى يوصلوك للدار. بسلامه حتى المره اخرى ان شاء الله.